الى شتيني مخزز في وجهي اجي شوف قلبي، شوف قلبي كيدير، ما تشوفنيش في وجهي فهمتيني، اجي قرب ليا، قرب ليا وحكم عليا، ما تحاورني حاورني قرب ليا وشوف قلبي كيدير، يمشي معاه في الكلام، راك انت ود البلاد، قلبك انت ود البلاد وبغا تحكم عليا. انا نوصيك ما عمرك تحكم على شي واحد بعيد عليك، الا بغيتي تحكم على شي واحد قرب ليه يمكن لك تحكم عليه، هادشي اللي غنقول لك. اما هادشي ديال تتخزز عليا وتدير هادشي اخويا ربوه فينا مالي الوقت، ان احنا كبرنا في الظلم وكبرنا في الحقره وكبرنا في التحرش وكبرنا في الشله. انا تنقول لك موظف تيتحرس، موظف تيتحرس، تيتحرس بمشجون وتيطمع في مشجون، وحاشا وجهك واحد النقطة، وحاشا وجهك تيتكربص على مشجون. غير هاد النقطة، النقطة شوف اخوتي غنشد بها، غنديها معايا في البيت، غنديها يوم القيامة، رفع صوتك شوية، عندك غنقرب عندك الميكرو، غنديها معايا تقليد غدي يوم القيامة. واحد الموظف كان معانا مش عارف ورجع صار موظف هنا خيس محمد ضرب دري السنسور بدا علي ديك الاسماء. انا نسميهم ليكم، لا ما تسميش، انا نسميهم لا منع 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 خوتي، غتكون متابعه ومساله قانونيه ومتابعه قضائيه. الحاضر يعلم الغايب. انا شفت موظف شده دري خمس بلي هذا بالعربيه مبلي، هادو هما الناس اللي صعب الليواط. انا نفسر لكم بواحد اللغه اللي هي مبسطه، حضرت ليها الشبعيني بالزنقه بجلسات. خويا خضراوي الله يحفظك، خضراوي خالد انت وعادي وابراهيم احتراماتي ليكم. كاينين الناس اللي سمحوا لي راه ندير لكم، ما على ود كنحيد الفم غوت شويه كنحيد السنان ان شاء الله يكون الميكرو. انا جلست مع ناس على حسب التجربه اللي دوزنا والتمسخيط والبريتشات والعالم تدين هكا صاحبتي، كل واحد جيب صاحبته وكذا. تجينا واحد النهار واحد القدره وواحد الشيطانيه، واحد الجلسه مع شي واحد تنعرفوه تيدير الليواط، وتا هو مسمار وتا هو تيطير عندنا زعما ديك الساعه في ديك الوقت في الانحراف وكذا، وكنا تنطيرو. وتحط حداه بنت تمشي صيمانه تجي تقول لك ديك البنت واش قرب لك هاد السيد، تقول لك لا، تقول لك عاملني وغطاني وفرشني وجاب لي ما ناكل واعطاني ما اريد، ولكن ما ادانيش. ولكن تجيب معاك ولد الله يجعله ما يكون ولدك، تخرج وتخليه معاه مشى. البنت حاشاكم ما اسمعني، بغيت اللي بغيت نوضح لهم اخي فتاح، هاد النوع اللي كيديروا هاد الليواط تيكونوا مبليين في الحبس وبرا، راه ماشي غير بالحبس، برا هكاك كاين اللي باقيين ما تجوجوش لدابا. اسمع محمد هادشي كاين في المغرب قديم، كاين قديم. حنا انا باش نوضح ليهم، دابا تنوضح ليهم، حنا ما تنبغيوش النوع ديال الليواط. سير دير، حنا ما تنبغيوش نمسو بواحد الناس، الله يسهل عليك اخويا. واحد العائلات الكلمات، ان واحد العائلات حاشاكم بقاو مروض تيعشقوا الدراري ما تيعشقوش البنات. هادشي اللي بغيت نقول لك، هادشي اللي بغيت نقول لكم، انتوما الدراري اللي جيتو تتخزوا عنا، حنا عشنا الحقره ديال بصح، الحقره ديال بصح. ولا ما نتيش حميتي راسك ودافعتي على راسك، ولا ما دافعتيش على راسك وما جيتيش على راسك، ما عمرك غتكون، وتا انت غتكون محقور، وتا انت غتكون مقموع، وتا انت ما نعرف. ان من تتنوض تجي على راسك ما تبقاش طبيعي. علاش؟ انك تتعيش اليوم الضغوطات يوميا، الضغوطات. ونجي نعاود لك على مولي الوقت، مولي الوقت راح طب جهنم. انا تنقول لك لا، ولكن ما نعموش، وانا انا ما تنجمعوش كلشي، ما تنجمعوش كلشي، غير انا تنقول لك حيت اسمح لي اسم محمد خويا الله يرحم والديك، اسمع لي، انا جيت نهضر لك على مولي الوقت. مولي الوقت راح طب جهنم اصاحبي، راه تيبيعوه في عباد الله، راه تيشدوا دري تيبيعوه للبزناس ولا تيبيعوه لواحد اخر. انا نقول لك مين يشدوك انت وانت تشوف هادشي قدامك، كي غتولي في الصوره ديالك انت، انت ما تترضاش بالظلم، تولي وحش، ثق بيا انا غنبقى وحش، انا غنبقى نهضر معاك حيت انا تنعيش الظلم، انا مشروح، انا غير مسني نبكي. علاش؟ بقوت عموريه، ان من غنشوف انا بحال هادشي هذا ما غيعجبنيش، كي غنولي في صورتي، ما غنولي في واحد الصوره ماشي نورمال. علاش؟ ان تنشوف الضرب وتنشوف الحقره.
كيفاش غنتخسس عليك انت ولا غنتخسس على واحد اخر؟ حنا ما تنبغيوش الضرب. انا نقول لك حنا ما تنبغيوش الضرب. انا نقول لك انا غنعطيك الكريمه خي السلاوي واسمح ليا براحتك. ان مثلا شوف ان اسمعنا غير فتاح انا عبد الله مخلص انا قديم في هذا الشيء. انا راه تيعجبني الحال ملي كنشوفك كتفرغ وكتهضر مع الجمهور يسمعني وسيرتو واحد الانسان اخوتي كيهضر معكم بصدق كيهضر معكم من قلبه من ماشي من قلبه من الجوارح ديالو الاحاسيس ديالو هي اللي كتكلم دابا. نحاولوا نفهموه نحاولوا نفهموه وما نعطيوه والو. اسمع ليا ان مثلا انا غنقول لك مثلا انا غنقول لك السلاوي مثلا نقول لك السلاوي انا السلاوي السلاوي كان معايا ولكن انا السلاوي ما كانت تطرطني به حتى علاقه عندي مع اخو عبد الرحيم. انا السلاوي خويا وعبد الرحيم هو الاخ الاول ديالي. انا نقول لك والسلاوي ما كنتش نهضر انا وياه في السلا ان السلاوي جايب راسو. انا نقول لكم حيت نتوما قلتوا دوي على السلاوي ان السلاوي جايب راسو كان تيتهزر تيجي. انا نوريكس محمد كي كان تيجيبوه بوشادي تيلبس الصنداره ديال النعال تيلبس الشورط تيدير البورشيطه في جنبو تيدير دواء تيدير حشيشو المخدرات اللي عنده تيخرج تيبزنس. وإلا كان تيسالك شي حاجة ودرتي معاه الكلمة وما عطيتيهاش ليه عرفو غيجي ليك. إنه هو السلاوي ما عمرو غيمشي ليك. أنا تنهضر معاك على السلاوي. السلاوي إلا ما كنتيش تتعامل معاه وتتقدى معاه ما عمرو غيوصل عندك. أنا نقول لك وباش تكون بحال السلاوي راه صعيب باش تكون بحال السلاوي. السلاوي جايب راسو. أنا نقول لك ولا في التجارة ولا في التبزنيز ولا راه كتنقول لك أنا ديما راه كاين اللي ما تيخرجش حتى من كارتي ما كانش تيخرج منه. كاين اللي ما تيخرجش من بيته كاين اللي حدو لاكور وغيبقى يقول شي حاجة ما كايناش. راه هادشي اللي كاين. السلاوي راه كان تيشقى على راسو. أنا نقول لكم اللي كاين سمع عمك سمع ليا إلا دابز سمع عمد إلا دابز مع شي واحد. أنا نقول لك السلاوي كيدير. انا راه ماكش نهضر انا ويا اخو عبد الرحيم عشيري وسلاوي خويا من بعد. انا نقول لك عمرنا تكروازينا اخي واسمع ليا عمرنا تكروازينا. سلاوي الا ما كانش تيسالك راه ما غايجيش عندك. تيسالك راه تيجي تيغوت على رزقه باش غنردو حنا السلاوي حكار. شكون عمر حكار السلاوي؟ ديما تتقام مشكل كاينه فيه شي حاجه اما الحشيش اما القرقوبي اما تيسالو شي فلوس اما باش ينوض المشكل. هادشي ديال السلاوي وهادشي اللي كاين. ما راه نبقى نهضر انا راه نهضر بزاف. حنا راه جلسنا هنا وكذلك ما ناقشنا ما جبدنا والو والله العظيم. اما انا عندي ما نقول لكم نعاود لكم شله شي هاد اللايف هذا اقسم بكم بالله الا ما خرج هنا جلسنا والله ما كان شي حوار ولا شي نقاش قبل من اللايف. طان جلسنا شحال بوبكر اللايف كنا غنشعلوه في القناه ديال خويا فتح لي الذكر اخوتي ونخلي فتح يزول شويه حيت الا كنا ولاد الناس خوتي. شكرا جمال الحسن ما كرهناش يقرا خالد.